انا بشوف ان هو من الفنانين المتميزين جدا من فنان جيله. بالاضافه لكده انا بحس كمان قد ايه انه انسان بيختار ادواره بعنايه جدا وبيذاكر، وايضا هو انسان محترم جدا في شخصيته. بحس انه عنده قيم تحكمه في العمل الفني، وده شيء جميل جدا. وعلى المستوى الانساني انا بحبه، هو صديق قريب مني، يوسف الشريف واحد من الناس. ازيك يوسف؟ اهلا بيك استاذ عمرو، منورني وسعيد جدا بوجودي معاك وبالمقدمه الجميله دي. لا دي حقيقه، انت عارف انا بعزك قد ايه وبقدرك قد ايه ومتابع نجاحاتك، وبحس قد ايه انك انت فعلا يعني عصام، يعني بدات من تحت لفوق وبدأ كويس قوي. بس ما يمنعش ان احنا اعرف منك الحكايه ايه، لان الحقيقه يمكن انا وغيري من الناس كتير ما يعرفوش انت مين، بدايتك ايه، حكايتك ايه، اتولدت فين وطلعت منين، مين والدك، مين والدتك، مين اخواتك. كلمني عن حياتك. والله انا واحد من الناس العبد الفقير، يعني اسمي الحقيقي محمد اسماعيل. اسمك الحقيقي محمد اسماعيل؟ محمد اسماعيل. ومين يوسف؟ ده واحد صاحبي. يوسف شريف. يوسف شريف ده اسم فني اخترناه مع اول محطه فنيه، اول مره كنت امثل كان فيلم اسمه سبع اوراق كوتشينا مع الدكتور شريف صبري، وهو اللي اقترح عليا موضوع الاسم الفني. والحته دي انا ما يعني عارف حتى ما بعرفش اتفلسف فيها كتير، يعني بقولها بصراحه ان حسيت ان انه ما لقيتش سبب وجيه، بس يعني لقيت دكتور شريف بيقول لي يعني يوسف الشريف ده اسم فني ومحمد اسماعيل مش اسم فني، واتفقنا عليه والله، وانا حبيت الاسم بعد كده. بس يعني كتير حاولت اتفلسف فيه والف قصص ما لقيتش قصص، يعني هو من غير سبب. يعني انت سموك يوسف الشريف من سبع ورقات كوتشينا المخرج شريف صبري؟ اه، اول مره كنت امثل. اه طب كان ممكن يبقى محمد صبري، او يوسف الشريف يبقى محمد الشريف، مش عارف، او يوسف صبري. يعني كان ممكن تاخد يوسف اسماعيل. والله بص، الخيره فيما اختار الله. يعني هو يعني اشمعنى يعني يوسف الشريف؟ انت حسيت ان هو ماشي معاك؟ يعني ساعات في اسماء كده يقول لك ايه مش لاقي عليك، يعني حتى اذا كان اسمه الحقيقي انت حسيت ان يوسف الشريف لاقي عليك. قعدنا قعدنا اتكلمنا كده وطرحنا كذا اسم، وكان قايل لي محمد اسماعيل ده مش اسم فني خالص، وقعدنا نتكلم كتير قوي واتكلمنا في كل الاسامي تقريبا، وبعد كده لقينا في الاخر اتفقنا في الاخر على يوسف الشريف من غير سبب وجيه يعني. طب في البيت مامتك تندرك ايه، محمد ولا يوسف؟ محمد. مراتك؟ مراتي ساعات يوسف وساعات محمد، بس يوسف اكتر. ولادك؟ ولادي بيقولوا بابا بالعافيه يعني. يعني لسه. طب احكي لي بقى محمد حكايتك ايه بقى؟ خليني ارجع لمحمد اسماعيل الفنان اللي تحول بقى يوسف الشريف النهارده، فنان متميز جدا. احكي لي بدايتك ايه؟ البدايه كانت يعني الطالب شاطر شويه في المدرسه، عنده احلام كتير قوي متضاربه، يعني دايما بيحلم. كنت بتفرج على ماتش كوره احلم، بتفرج على فيلم احلم، بس كان بصراحه الحلم اللي كان قدام عيني دايما هو كره القدم. كنت بدات مشوار كره القدم ولعبت في في في, في كذا نادي منهم النادي الاهلي. بس دي كام سنه؟ لا بدات من وانا صغير قوي، يعني بدات وانا مثلا عندي 11 سنه 12 سنه، ومش هسبق الاحداث، بس الحلم ده انتهى عند 19 سنه يعني. والدي اللي هو اسماعيل ناجي اللي هو جيش متقاعد، كان معيش نميري شويه في البيت، يعني يعني دايما كان حريص على اني ابقى مجند من وانا صغير. الوالده يعني دي الخير والبركه، يعني دي ربنا يديها الصحه طول العمر، دي شكلت كتير جدا 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 برضو في شخصيتي، وكان ليها كلام دايما ما انساهوش، يعني كلام دايما اثر في حياتي جدا. منهم محطات زي مثلا هقول لك محطه مهمه في حياتي، يوم ما كانت احلامي كلها مقتصره على كره القدم، وجاي يوم عرفت ان انا مش هتأيد في قائمه الموسم اللي بعده في النادي الاهلي، فعرفت ان انا مش هبقى في الاهلي، واحلامي كلها وقفت عند الحته دي. وكنت انا بروح بركب مواصله للتحرير وبمشي كوبري قصر النيل ده وبرجع تاني بنفس الطريقه، فرجعت وقفت على كوبري قصر النيل، ما حسيتش بنفسي يعني ساعات، وقعدت عيطت وحسيت ان الدنيا انتهت عند الحد ده. ووالدتي ساعتها يعني كان ليها دور كبير، قعدت تقول لي بص ما حدش عارف الخير فين، والجمله دي فضلت ترن لغايه دلوقتي في ودني بستفاد بيها، يعني لان فعلا
حصلت مواقف كتيرة في حياتي وضحتني الحمد لله دايما ربنا سبحانه وتعالى بيختار الخيرة يعني. بس مش غريبة يعني واحد بيلعب كورة كويس وبعدين صعب انك انت واحد يخش فريق ناشئين ويبقى متميز ويسيب اللعب يعني او يستغنوا عنه؟ هم ليه في الاهلي استغنوا عنك؟ لا دي هم لا دي سياسه الناشئين بقى، ده هم دايما بيعملوا في سن معين بيضم فرقتين يعني، بيبقى في ناس كتير لازم تمشي، والاهلي دايما بيعمل احلالات وتجديد كتير قوي في الاعمار الصغيره، بيجيب ناس كتير قوي بالجمله كده من 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 النوادي الصغيره، ودي يعني انا ما بغلطهمش في ده يعني. هي ما رحتلهمش ما سالتهمش انتوا مشيتوني ليه؟ خالص، خدت موقف عنيف جدا، وكان ساعتها بقى طبعا كان عندي الفرصه بحيث ان النادي الاهلي لا 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 خالص. فكرت تلعب في النادي تاني؟ لا لا خالص خالص. لا انا كمان برضو ساعتها لا ده كان قرار كان ممكن اخده ساعتها يعني، كان عندي الفرصه ان انا العب في نادي تاني ساعتها وبسهوله، لان يعني دايما اللي جاي من الاهلي دايما عنده فرصه كويسه لاي نادي تاني. انا ساعتها قفشت وخدت الموضوع على اعصابي جدا جدا، وقلت مش لاعب كوره ويا الاهلي يا بلاش. و كان مين ساعتها ماسك فريق الكوره؟ كان او انا رحت وجيت من الاهلي مرتين، تاني مره كان محمد عامر كان المدرب، اول مره كان ابراهيم عبد الصمد يعني، ابراهيم عبد الصمد لعبت معاه اكتر، كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن محمد عامر طبعا وحارس الالقاب. بس ما يعني خدت الموضوع ساعتها على نفسيتي جدا، وبعد كده بشويه حسيت ان يعني حسيت ان انا ما كنتش ناضج كفايه يعني، ان انا يعني اتحمقت قوي. بس دايما اللي بفتكره من الموقف ده كلمه والدتي، لان حتى هذه اللحظه الواحد بيقع في مواقف كده وبتفوق الجمله دي يعني، ما حدش عارف خير فين يعني، الخيره فيما اختاره الله. فبس قعدت بقى يعني خلاص يعني في الفتره دي نسيت حلم الكوره وبدات. بطلت تلعب كوره خالص؟ بطلت العب كوره خالص خالص، رجعت تاني مؤخرا بقى مع واحد صاحبك يقول لك نلعب مع بعض؟ لا 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 ده دلوقتي عادي. لا زمان زمان بطلت كوره لفتره، ولا حتى بشكل بقت عقده يعني، قفشت، كنت قافش جدا جدا يعني. وبعدين وبعدين بس بدات بقى اكمل حلمي بشكل فيه شويه من الروتينيه، بدات تقول قلت ان انا لازم افوق من الاحلام الفجه دي يعني، ما بقاش حاسس ان انا لازم ابقى لعيب نمره واحد في مصر ولا مثلا الممثل نمره واحد في مصر. يعني بقول لك الحلم ده كان بيراودني كتير، وحتى لما خلصت ثانويه عامه جبت كام سنه عامه؟ جيت طب انا عايز اقول لك على حاجه، انا اتكل ان انا كنت طالب شاطر بس مش قوي، انا اعلى مجموعه جبته في حياتي في ثانويه عامه في حياتي. طب كويس جبت يعني جبت اظن 96.5. طب كويس شاطر قوي. يعني دخلت كليه هندسه. قسم ايه؟ قسم ميكانيكا قوه. ميكانيكا قوه. مش عارف، لا دي البدايه بيبقى احنا بناخد سنه اعدادي في الاول بنبدا نفكر فيها نحدد فيها ميولنا يعني. يعني كان عندي الاختيار بين ميكانيكا الاول وكهرباء وعماره ومدني، حسيت ان اقرب حاجه، حاسس ان انا حابب المجال بتاعها هي الميكانيكا، وبعد كده في بقى في ميكانيكا نفسها فيها قوه وانتاج وسيارات، فلا يعني كنت بحب بقى الفيزياء وبحب يعني بدات اكمل. فكرت انك انت ممكن تكون اينشتاين بس؟ لا ساعتها لا، اينشتاين يعني ده بهدل لي حياتي، بس يعني مش في الجامعه. في الجامعه انا درست كل حاجه بشكل نظري روتيني بحت. اكس بلس واي ايكوال زد بس يعني، بس يعني وكملت هندسه. كملت هندسه واتخرجت، وسيرة اينشتاين دي بتجيب لي ده اكتر حد اثر في حياتي اينشتاين. بعد ما خلصت جامعه من سنه 2005 2006 بدات احس ان عايز اعرف اكتر عن اينشتاين ده، يعني وصل ازاي ان هو يعمل المعادلات المعقده قوي دي، بداها ازاي. وشويه كنت سمعت كذا حاجه عن حدوته النسبيه دي، بس ما كنتش عارف ان انا تعمل فيها كده يعني دي كانت من اكتر الحاجات اللي اثرت في حياتي، حولت حياتي. بدات ازقس كده الاول في كام كتاب عن موضوع النسبيه ده لانه عجبني، وكنت ان باراليل كنت بدات اقرب زياده من ربنا سبحانه وتعالى، واينشتاين لعب في حياتي في حته رغم ان انا الله اعلم ما اعرفش هو وصل اصلا لده ولا لا يعني، هو يعني المعلومات اللي عندنا عن اينشتاين شخصيا كبني ادم يعني ان هو راجل يعني صهيوني يعني،
وسبحان الله وصل ليقين فظيع، يهدي من يشاء ويضل من يشاء يعني، بس ما اعرفش هو مات على ايه برضه. انما كان عندي الحته بتاعت البحث عن الايمان بالغيب واليقين في قدره الله سبحانه وتعالى، وبدات بقى رحله النسبيه دي. بدات الاول بكتاب كان للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، وكان بيتكلم عن، كان فيهم في الاول كده كام سؤال، وكنت واقف في مكتبه وفتحت لقيت انا والنسبيه، وانا كنت بدات يعني اشوف الاخ اينشتاين ده، ففتحت اول صفحه لقيت مكتوب كلمتين يجننوا يعني. كان بيتكلم على ان هل فعلا الزرع والحقول دي خضرة فعلا، هل السماء زرقاء، هل العسل ده طعمه حلو. يعني بيتكلم عن واحد قاعد مثلا بيفطر يعني زي قعدتنا كده، وبدا يسرح وفيها شيء من التفكر يعني هل كل اللي انا شايفه ده حقيقي زي ما هو كده، وهل المكان اللي انا فيه ده حقيقي، هل الزمان اللي انا فيه ده حقيقي. وبدات اقرا، لان طبعا الاسئله يعني بديهيه وممكن واحد في كي جي 1 يجاوبها، فبدات اقول الراجل ده عايز يقول ايه يعني. بدات امشي ورا الفكره دي. وصلت الحقيقة كتير قوي بقى. انا ما اعرفش احنا يعني وقت البرنامج هيساع ان انا خلينا نقول الفكره ايه يعني. الفكره ان انا لما بدات اقول يعني بيتكلم مثلا عن حقيقه الشيء المطلقه، ان ان ان, إن هل مثلا الزرع ده اخضر فعلا، بيتكلم على اللون، بيتكلم على الالوان. والراجل سرح اينشتاين ده اول ما سرح ولقى ان مثلا في، لو انا عندي منشور وعديت فيه ضوء ابيض بيتحول لالوان ثانيه، فمن من من ده وصل الالوان دي هي عباره عن موجات، لما غيرت طول الموج بتاعها اتحولت لالوان ثانيه. فبدا هو يشك في حقيقه حاسه النظر اللي عنده دي يعني. وبالعلم يعني، مش عايز بقى الكلام بس عايز اوصلك في الاخر، ان بالعلم ومن خلال العلماء هم اللي بيؤكدوا ان 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 الجسم ده مش اخضر ولا حاجه يعني. الجسم ده اخضر بالنسبه لحستك. طيب اللي انت وصلت له من اينشتاين في حياتك، لو حبيت ان انا اقوله ان هو تحول الى افعال، الى افكار بتسيطر عليك، ايه اللي انت وصلت له في الاخر؟ وصلت له ان مفيش في الدنيا كلها حقيقه مطلقه، في حقيقه نسبيه ما اقدرش احددها غير بمرجع، بقى احط دي تحت دي بقى مليون خط. وحسيت ان انا ما ينفعش اعيش من غير مرجع يعني يعني يعني. وجات لي فتره تخبط كده في الفتره دي، ان انا لازم الاقي مرجع، اعرف قد ايه انا 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 صح ولا غلط، انا قريب قد ايه من مرجع. مش ممكن امشي على المرجع بالظبط، بس اعرف قد ايه، اعرف انا لما ابعد ببعد قد ايه، ولما اقرب اقرب قد ايه. وساعتها كان على طول الاختيار ان مفيش مرجع ارقى من 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 القران والسنه. بس خليني اوصل لك الفكره دي يعني، انا حتى جت ازاي، لان حتى بشهاده العلم يعني، انا لما 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 مشيت في كذا كذا اتجاه من ده يعني في امثله كتيره جدا تشككك في حاجات كتيره جدا جدا. بشهادة العلم في الآخر يعني كلام العلماء نفسهم، إن حتى العلم نفسه ما ينفعش يبقى مرجع. ودي كلمة خطيرة جدا، لأن أنا بكلمك عن حاجة هي مرجع لناس كتير قوي في العالم. العلم أنت مطالب بيه وهو واجب عليك، بس ما ينفعش يكون مرجع، لأن هو مش حقيقة مطلقة. لأن هو حقيقة بالنسبة للعلماء، بالنسبة للناس، بالنسبة لحواس البني آدمين مش أكتر. يعني ودي حته انا نفسي اوضحها، مش عارف لو انا مش قادر اوضحها لغايه دلوقتي، اديني الفرصه يعني ان انا اوضحها لك اكتر. يعني انا قصدي ان في الاخر فكره المرجع دي تحل كل مشاكل حياتنا يعني. يعني انا شخصيا يعني بعد فتره تخبط شديده جدا هدتني جدا جدا جدا، وصلت لمرحله ان انا بقيت اعرف افصل بين في اي نزاع، في اي مشكله، في اي تخبط. واحنا في وقت دلوقتي في حالات تخبط كتيره جدا جدا جدا، لان احنا فعلا بلا مرجع يعني. احنا دلوقتي في الـ في الـ في, الـ في عايشين في البلد بلا مرجع بكل صراحه يعني. لسه المرجع ما استواش، لو استلمناه للدستور يعني. فخلينا مش عايز اطول عليك في الحته دي، بس يعني في الاخر يعني بدات امسك حته في اينشتاين ده، وبدات يعني ده مثال بسيط بس بدات اشوف قد ايه قدره الانسان في وجهه نظره، حتى في وجهه نظر العلم قد ايه قاصره. ومنها بدات افكر في قد ايه هو قدر البني ادم.
يعني ازاي تعرف انت قد ايه كبني ادم، يعني ما بقولش حتى بالنسبه للبنيادمين التانيين، بقول حتى بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى، ودي تحل لك برضو كل مشاكلك. يعني نقدر نقول انك انت وصلت الى القناعه اللي بيوصلها دايما العلماء، لان دايما العلماء بيكونوا يعني اقرب الى الايمان من غير العلماء، لان هم بيشوفوا بيشوفوا كل حاجه، بيقدروا يعني يقفوا عند نقطه ازاي عبقريه الخالق سبحانه وتعالى في الكون. واظنك وصلت لبعض النتائج دي في حياتك. يعني بقول لك على حاجه برضه، انا ما اقدرش ادعي العلم الزياده، وانا كمان عايز اقول لك ان انا رافض قصور العلم على العلماء. يعني انا ضد تماما كمان عزله العلم زي ما بيقولوا، يعني ان هم كام واحد اللي فاهمين. دكتور مشرفه كان بيقول دايما ان النسبيه دي فاهمها 10 في العالم وبتاع، وانا يعني كنت ضد ده جدا. انا حابب بالعكس ان دايما يتاخد الخلاصه بتاعه الموضوع والناس تفهمها وتخدمها ببساطه، مش لازم اخش في معادلات وحاجات. يمكن دور الاعلام كمان مقصر جدا في الناحيه دي، لان هو جدا ممكن يكون حلقه تواصل بين العلماء وبين العامه. يعني اتصور ان طب اقول لك اللي يضحك كمان في الحته دي، ان كتير قوي من اللي بيوصل له علماء بيمشوا في اتجاه صح. على فكره في علماء بتخرف جدا جدا، يعني بتروح في اتجاهات تانية خالص، بس قصدي ان دايما اللي بيمشوا في اتجاه صح قوي بيوصلوا لنتائج عند البني ادم بالفطره. وسبحان الله، يعني ممكن اوصل لنتيجه بعد عناء شديد جدا 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 تكون عند راجل غلبان قاعد على الرصيف عنده بالفطره او بينفذها بالفطره. ودي حصلت في علوم كتيره جدا جدا، يعني دايما يتكلموا عن ان مثلا وصل مثلا العلم في الحته الفلانيه في الطب الرياضي ان مثلا شرب الميه بالطريقه الفلانيه هو اكتر حاجه صحيه، وتيجي عالمه من المانيا بعد قضاء 10 سنوات تلاقي واحد غلبان بيشرب بطريقه معينه، يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال نشرب الميه بالطريقه دي والطريقه فطريه جدا جدا، ان باخد الميه على ثلاث مراحل على كذا، فتنبهر وجايز بعد كده تعلم اسلامها. يعني يمكن ده خليني اسالك ويمكن اخش في موضوع تاني شويه. انا عارف انت من النوع اللي عندك سعه صدر في الكلام. انت راجل مثلت مع يوسف شاهين هي فوضى، مظبوط، واول فيلم ليه كان مع روبي، مظبوط، وبعدين عملت عمل سينما وعمل في التلفزيون متميزه جدا وحققت نجاح كبير زي الورد واكس وخمس جول. اللي انا عايز اقوله، يوسف الشريف بقى بيحط شروط او بيشترط في العقد اللي بيعمله مع اي منتج النهارده او اي مخرج. ده على عكس، خلي بالك المشهد ده غريب جدا بالنسبه لي. يعني زمان كنا نسمع فنانه داخله تعمل عمل فتقول من فضلك هحط بند ان ممنوع اتباس مثلا، ممنوع ان يكون في قبلات ويكون في احضان ويكون في مشاهد كذا كذا. لكن ما شفناش ممثل يطلب ده الحقيقه، الا يوسف شريف بقى بيشترط في افلامه او اعماله ان هو ما يكونش في هذه الاعمال اي لقطات خارجه. انا عايز تعليل للموقف ده. هل ده موقف ديني؟ هل هو موقف اخلاقي؟ فسر لي. في كلمه واحده، موقف ديني طبعا، بس خليني اوضحه لك برضه. اتفضل. يعني هي طبعا الموضوع وصل لمرحله بقى فيها شكل رسمي شويه، وانا ما كنتش حابب كده، يعني ما كنتش حابب. ودايما اي حاجه ببقى نيتي لله سبحانه وتعالى فيها بحبها تتعمل بطريقه كده ما فيهاش علن، بفضل ده. يعني لما يكون في حاجه بحبها بحسها كده تبقى بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني فبدات الموضوع ده كده، يعني بدات الموضوع من فتره كده. يعني انا بدات اخد القرارات دي فعليا كان في بعد عرض هي فوضى بالتحديد. ليه؟ يعني كان في يوم العرض الخاص بالذات، كان في مش عارف، يعني انا ما كانش ليا مشاهد طلعت في الفيلم يعني كانت بايخه، بس كان في مشاهد تانية ما اتبسطش منها، وكان والدي ووالدتي كمان بيتفرجوا وزعلت، وكان ده متزامن مع فتره انا فيها بقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني هي مشاهد مثلا خالد صالح مثلا؟ لا ما كانش خالد صالح، كان مشاهد في الحجز. في الحجز فانا ما حبيتش ده، ما كانش الموضوع يعني ب ب ب ب ب بثوره وبحده وبتاع، بس كان ديت، وكان ده متزامن مع فتره انا فيها بقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وبدات اخد القرار
ان انا مش عايز اعمل ده، يعني مش عايز اعمل حاجه يكون فيها مشاهد زياده شويه او مشاهد فيها خدش حال الناس او مشاهد تغضب ربنا سبحانه وتعالى من الاخر. بدات اعمل ده بطريقه يعني بيني وبين نفسي تماما، يعني بدات في الاعمال اللي بعد كده، في المرحله اللي بعد كده، ان انا ابدا انا ناوي على ده. فبدانا مثلا لو في حاجه في السيناريو بتكلم فيها بالراحه خالص، يا جماعه بس انا مش عايز ده بليز يعني. حصل ساعتها ان اتعرض فيلم بس عافيني من ذكر يعني الناس اللي قائمين على العمل ده، وكان الفيلم لا هيبقى فيه واضح ان هيبقى فيه الفيلم ده تم انتاجه فعلا؟ اه واضح نجح؟ نجح. ندمت انك انت ما عملتوش خالص؟ خالص. لا انا ندمت على حاجات تانية خالص. لا والله ما نجحش قوي. لا يعني وبعد شويه ما نجحش خالص. وكان واضح ان هيبقى في مشاهد كتير ده، ودي فرصه في وجهه نظر الكثير، يعني قد تبدو ان هي فرصه كبيره جدا 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 ليا في الفتره دي، لان كمان انا حتى بعد هي فوضى ما كنتش يعني كنت لسه بقولي هادي يعني. فحصل ان انا اتكلمت مع المخرج اللي بحترمه وبحترم كلامه يعني جدا جدا جدا، لانه كان صريح. قلت له انا مش يعني مش هعرف اعمل مشاهد في السرير دي خالص، انا اسف يعني مش هيجي لي قلب اعمل ده يعني. فالراجل مشكورا، وعرفت ان هو مشكورا لان تعرضت لمواقف عكس كده بعد كده، ان هو كان في منتهى الصراحه وكان ستريت، قال لي انا اسف جدا يعني، انا انت مش تقدر تحددني بالطريقه دي في الحته دي، انا لازم اعمل مشاهد دي بالطريقه اللي انا اشوفها، وانا ما حدش قال لك ان انا بعمل كذا. قلت له لا خلاص، هي يعني هل انا هعرف اعمل فيلم بدون المشاهد دي؟ قال لي لا. قلت له انا بعتذر. وحتى هذه اللحظه بيجمعنا احترام، الاختلاف راي لا يفسد للود قضيه طالما في صراحه يعني. وبدات اشتغل بالطريقه دي، وفي وسط بقى عمل انا بعمله بدا يحصل مشاكل، لان الاتفاق ما كانش صريح. فحد مشكور برضو قال لي في وسط العمل، قال لي لا انت بعد كده تقول من الاول وبمنتهى الصراحه علشان ما يحصلش المشاكل دي، وكان عنده حق. فاتعلمت، بدات اشتغل الموسم اللي بعده قلت من الاول. كان عمل ايه اللي انت وانت بتشتغل فيه حصل فيه ده؟ بص انا مش يعني ايه عشان الناس ما تزعلش، لان طيب. السنه اللي بعديها انا عرفت مين المخرج الاولاني يعني. السنه اللي بعديها بدات اشتغل وانا متفق من الاول، يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنبتدي، انا اذا سمحتوا يا جماعه ما بعملش مشاهد ليها المواصفات دي. وعلى فكره كمان برضو عايز اقول لك ان انا بتطور شويه، يعني خليني برضو اكون صريح معاك، يعني كل سنه مش زي اللي قبلها كده، انا فير قوي اهو. بدا يحصل مشاكل في وسط العمل لان المخرج ما طلعش قد كلامه، يعني كانت مشكله كبيره جدا يعني. عملت ايه؟ عملت ايه؟ حصل مشكله ما لهاش اي لازمه، وبدانا نشوف حلول بقى يعني. فده اللي وصلني الى ان الموضوع لازم يبقى بشكل رسمي او علشان ما حدش يزعل، لان بدا الموضوع يبقى كمان بقى في شغل عيال. طب انت هل انت عملت مشهد ان هو تبقى تيجي تعمل مشهد عندنا كده؟ فخلاص بدا الموضوع، بدا الموضوع يبقى فيه مشاكل ومشاكل كبيره، لان اي عمل بيخش ده بيبقى فيه ناس كتيره بتشتغل، وبقى فيه انتاج بفلوس كتيره جدا، وفي بيوت مفتوحه. لقيت الموضوع مش هيمشي بالطريقه دي. فبدانا بقى في محطه ان انا لا الاتفاق يبقى بشكل رسمي وخلاص، غصب عني بقى معلن. والله انا يعني من الاول ما كنتش حابب ان ده يبقى معلن، بس خلاص يعني طالما كده يبقى لازم يتكتب. بحط بند في العقد. بحط بند في العقد. بحط فيه ايه بقى؟ بتكتب فيه ايه؟ بكتب فيه ان يعني مفيش مشاهد في السرير، مفيش مشاهد فيها قبولات واحضان، مفيش مشاهد يعني اللي بيتحدد اكتر ان بيبقى التلامس بيني وبين الممثله الزميله، بيبقى يعني من خلال ايد في ايد يعني كف كف يعني. ده فورمه قانونيه مش انا اللي كتبتها يعني، هم حاولوا يعني ناس قاعدين معانا وحاولوا يفسروا كلامنا ده قانونيا عشان خاطر يبقى واضح وصريح يعني، وكتبوا لنا بند. فقلت لهم اوكي. انا كمان اضافه الى ده ساعات ما بكتبش، بس انا ما يعني عشان ابقى صريح معاك للاخر برضه ما بعرفش اظهر مع ممثله لابسه مايو او لابسه بدله راس. بس كده. طيب انا خريت بكل حاجه، انا ما قلتش الكلام ده. لا 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 انا عارف. انا يعني طبعا انت بتقول اراء محترمه جدا يعني، وانا كمان اختلف معك فيها، لكن بالتاكيد هي جديره بالاحترام. لكن خليني اقول لك، لكن القيود او الشروط اللي انت حطيتها مش شايف انها ممكن تعمل تحد شويه من انتشارك، من عرض اعمال عليك كتيره ممكن تكون فيها ادوار متميزه بالنسبه لك، ولا انت ايه وجهه نظرك دلوقتي؟ لا طبعا بتحد برضه، خليني صريح معاك برضه للاخر في الحته دي. انا اكيد يعني بالمنطق
اكيد هيبقى فيه، اكيد بحدد نفسي، واكيد الممثل بيبقى له طمع انه يعمل كل دور وكل شكله ويشتغل مع كل الناس. ده غريزة بتتولد في الممثل مع بداية التمثيل، بس في الاخر ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، صح كده؟ يعني مش هينفع نعمل كل حاجة احنا عايزينها بالشكل اللي احنا عايزينه، واحنا في الاخر في حدود بتحكمنا وفي قوانين بتحكمنا وقوانين ربانية يعني، وهو ده في الاخر الصح وهو ده الخير يعني. وفي الاخر بقى تحس براحة، لان انت بترمي بقى على خلقك في حتة ان لو حتى خدت الشغل ده ان هو رزق، وفي السماء رزقهم وما توعدون يعني، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني في الاخر هو رزق من ربنا سبحانه وتعالى. المعادله حاجة. المعادله مش سهله، المعادله جايز ناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا يستغربوها. بعافر يعني انجاز القول بعافر، مش قادر اتنازل في الحته دي بالذات يعني لان انا ما بتنازلش في حقي انا، بس بتنازل في حق ربنا سبحانه وتعالى. هل المنتجين خدوا منك موقف نتيجه رايك ده؟ في ناس كتير قوي في ناس كتير قوي خدت مني مواقف، في ناس كتير قوي احترمت ده لان فهموه كويس يعني في مخرجين مثلا شافوا ان ده تعنت وتدخل في شغله، وسبحان الله تلاقي مخرج كبير جدا 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 وهو فعلا رئيس المركب، وهو فعلا مالك لادواته، تاريخه كبير، اشتغل مع كل نجوم مصر، وازعم ان كل النجوم التانيين بيحاولوا يشتغلوا معاه يعني، وتلاقيه متفاهم جدا في حته زي دي، زي احمد جلال مثلا. يعني احمد جلال انا وانا بشتغل مع احمد جلال انا عارف مين هو احمد جلال كويس قوي، وعارف تاريخه عامل ازاي، وعارف قدراته كمخرج عامل ازاي، وما فيش حد بيجرؤ يتسلط على الكيان زي ده. اعتبر انك انت حطك في مصاف الغرور مثلا نتيجه الشروط دي، اعتبرها غرور ولا تفهموا الموقف ده؟ ما انا هقول لك، بس خليني بس اكمل لك ان احمد جلال رغم كل ده احمد جلال تفهم الكلام ده، ما حسش ان هو تسلط، بالعكس يعني احمد جلال خده بشكل يعني احترافي جدا جدا جدا، وانا ايا كان هو موقفه ايه في الموضوع ده هو يتكلم عنه، بس انا قصدي ان هو بمنتهى الاحترافيه حس ان هو حابب يعمل العمل ده مع يوسف، وانه اهم حاجه عنده ان يوسف يبقى مستريح وهو بيشتغل علشان يطلع لي اللي انا عايزه في الاخر، وده في منتهى الذكاء مني. انت بتقول لي في ناس حسوا ان انا باخد ده منطلق الغرور، في ناس ما فهموش اصلا انا بقول ايه بكل صراحه يعني هم حسوا ان ده كلام من كوكب تاني. بس عايز اقول لك حاجه، في حاجه اسمها ضعف الانسان الانسان ان الشيطان يتسلل شويه للانسان ويدخل يقول لك يا يوسف الفيلم، يا يوسف ده حلو ما تقراه، طب ايه المشكله مشهد يعني. احيانا الضعف الانساني او التوغل واختراق الشيطان للانسان ممكن يهزه. هل انت تعرضت للحظات كده ممكن ضعفت فيها قلت اتراجع لحظات؟ بصراحه طبعا لحظات طبعا، بس ما وصلتش ما ارتقتش اللحظات دي لدرجه ان انا اقول اتراجع، بس البني ادم اللي بيدعي ان الشيطان ما بيخلوش خالص، خصوصا في الحتة الذكية دي، يعني ده كمان سؤال ذكي جدا يعني في صنف الحتة اللي يعرف يضغط عليه فيها، لان الشيطان برضو شاطر في الحتة دي، حتى الاحساس ده فهو نوع من انواع التطور يعني التكبر حتى بالدين يعني، انا الشيطان ما يقدرش يدخل لي، لا ايه ده يا ربنا كده وايه ده، بس بيجي لحظات طبعا يعني ما اقدرش اقول لك ان انا لا انا 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 جامد جدا ومحصن من الشيطان وبتاع، لا انا بدعي ربنا كل يوم ان ربنا يثبتني بس ربنا يثبتك ان شاء الله. عايز اتكلم معاك بقى في اللي انت ندمان عليه في حياتك. من شويه قلت لي لا مش ده اللي ندمان عليه، في حاجه ثانيه ندمان عليها. لا انا ممكن اندم على على اي حاجه غلط عملتها يعني مش انا بقول لك ان انا ممكن اقول بني ادم في تطور، طبعا بيجي لحظات الواحد بيسرح وبيندم وممكن يتوب على اي حاجه يبقى شايف ان هو عملها غلط قبل كده، وربنا سبحانه وتعالى حتى بيحب ده يعني بيحب البني ادم اللي من ساعه ما خرجت بقى دخلت الفن ازاي؟ يعني ايه اللي حصل؟ وانا في الجامعه. طب خلينا بعد الفاصل، ايه رايك؟ ناخد فاصل، يلا فاصل.
احنا تاني مع يوسف الشريف. يوسف كنت بقولك قبل الفاصل على فكرة مهندس قوة تخرج بالجامعة، ايه اللي ودى بقى التمثيل؟ دخل الفن ازاي؟ زي ما اتفقنا، انا الاول زي ما بقولك كان زمان قوي قوي بحب بحب التمثيل، بمثل حاجات كده وانا قدام المرايه يعني، بس ما كنتش بقى ليا نشاطات في الجامعه ولا مسرح الجامعه ولا الكلام ده خالص. وكان القرار من ثانويه عامه يعني، عمري ما كنتش عندي الجرأة الكافيه ان انا ارهن مستقبلي على التمثيل، يعني ان انا يعني قلت من الاخر في مليون واحد عايزين يمثلوا، اشمعنى انا اللي همثل يعني؟ فقررت ان اخد مستقبلي بشكل روتيني جدا جدا، استغليت مجموعي ودخلت هندسه عين شمس. بعد وانا لسه في الجامعه كنت جات لي فرصه اعمل اعلانات، وما كنتش حتى يعني عندي اي هدف ان انا امثل بعد كده من الاعلانات، لان كان حتى اغلبيه اللي بيتاخدوا بيبقوا بنات يعني. عملت اعلانات ايه بقى؟ عملت اعلانات كتير. فكرني عشان افتكر يعني. بس عملت نسكافيه، عملت اعلان كان في كباين اللي هي اسمها رينجو، مش مين اللي كان كباين اسمها رينجو، عملت مش فاكر كان يعني اعلان كتير قوي يعني جوهينا. فالمهم في الاخر كان جيم لذيذ جدا بحبه جدا جدا جدا، بحب قوي اقول لاصحابي انا عندي تصوير بكره الساعه 7 الصبح، انا راجع من الاوردر، يعني لعبه لطيفه جدا. وكان حتى الاعلان نفسه بيبقى فيه شويه تمثيل كده على خفيف، فكان الموضوع لطيف جدا يعني. لغايه ما جت لي فرصه عملت اعلان مع دكتور شريف صبري، و قال لي ان هو بيعمل فيلم، هيعمل اول فيلم ليه، وانه من المفترض انه يبقى بطل الفيلم ده وجه جديد، فتعال اعمل زي الكاستنج يعني اختبار كده للتمثيل يعني. فجريت جري بقى، قعدت بقى افتكر كل الاحلام، وقلت بس خلاص انا عادل امام اللي جاي، وانا نور الشريف اللي جاي، وانا خلاص. ورحت على الاساس ده وعملت التست، وبعد كده ما حدش كلمني. فما بقتش فاهم بقى، وقعدت فتره طويله مش فاهم اي حاجه. وكلمت دكتور شريف مره، قال لي لا ده انت بالعكس انت من الناس اللي احنا الخمسه سته اللي احنا اخترناهم، فيعشني تاني يعني. بدات بقى خلاص يعني ابقى مش فاهم حاجه خالص. وجا بقى يوم خدت قرار ان انا هروح هقول لدكتور شريف صبري انا لازم تقول لي دلوقتي حالا راسي من رجلي، ومن المفترض ساعتها ان انا ما كانش عندي الجرأة ان انا اعمل ده يعني. فبس كان قرار لازم يتاخد، لان كان وقت كنت المفروض جاي لي فرصه ان انا اسافر بره اعمل زي كورس كده اتمرن في حته على هندسه يعني، واعمل حاجه زي معادله كده في فرنسا. فرحت للدكتور شريف قلت له بص يا دكتور الموضوع كذا 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 كذا، انا كمان يومين هسافر مش هرجع. فقول لي فيوميها لي، قال لي لا تمام خلاص انت اللي هتعمل الدور وكده. قلت له يعني سافر ولا ما سافرش؟ قال لي لا ما تسافرش. وبدات بقى حسيت بقى يعني انبسطت جدا جدا جدا، حسيت ان استعجلت قوي يعني، حسيت ان بعد الفيلم ده فعلا هبقى عادل امام يعني، يعني حسيت ان خلاص يعني الموضوع كده خلاص انا وصلت يعني، وان انا لما اعمل الفيلم ده هكسر الدنيا، مش عارف امشي في الشارع من كتر المعجبين. وما حصلش على فكره، الكلام ده ما حصلش خالص. بس والله الدكتور شريف مشكورا في الفتره دي ما خلانيش مثلت على طول يعني، يعني هو عمل معايا مجهود ساعتها وجاب لي ناس دربوني على الدور ودربوني على التمثيل بوجه عام، وبدات افهم حاجات زياده. عملنا الفيلم ونجح. نجح جدا. لا الفيلم ده كان له ظروف خاصه خليني اقول. احنا الفيلم ده عملناه وصورناه وكان جاهز للعرض في سنه 2004 اظن او 2003 مش فاكر يعني، المهم في سنه معينه يعني كان جاهز للعرض وكل حاجه. وبعد ما خلصنا تصوير الفيلم كان في دايما موضه ساعتها ان يتعمل اعلان للفيلم واغنيه للفيلم. فدكتور شريف صبري عمل اغنيه، كان استغل الفتره دي، كان المفروض تصوير في براغ في التشيك، وعمل فكره مجنونه جدا اللي هي الاغنيه بتاعت روبي اللي هي بترقص في الشارع دي، وعملها على سبيل الدعايه للفيلم. الاغنيه عملت حاله هلع في مصر يعني، يعني يعني ما ينفعش يطلق عليها ان هي نجحت يعني، بقت فجأة حديث المدينة يعني، أهم من أي حاجة يعني. فالموضوع تطور من إنه دعاية الفيلم لإنه يعني بدأ يجي موزعين بقى كتير جدا، وبدأ بقى الناس إقبال إن إحنا اللي هناخد الفيلم نوزعه عندنا، وإحنا اللي هناخد الفيلم نشتريه. وبعدين جم اتفرجوا على الفيلم فحسوا
ان الفيلم ناقصه حاجات يعني لا احنا محتاجين كليبات، محتاجين روبي تغني، محتاجين، لان حتى ما جاتش فكره ان روبي تغني غير بعد ما خلصنا الفيلم يعني. فجينا السنه اللي بعديها ما نزلناش الفيلم، وجينا السنه اللي بعديها بنعمل مشاهد جديده بتتحط داخل الفيلم، وده صعب جدا. وفي وجهه نظري برضو ان ده ضر بالفيلم كتير يعني، الفيلم كان ما نجحش بصراحه. ما علينا يعني من الفيلم دوت. اللي هي فيها فوضى، استاذ يوسف شاهين اختارك ازاي؟ كانت صدفة بحتة. أنا كنت موجود في ال، كنت سامع إن الأستاذ يوسف شاهين بيعمل فيلم، بيحضر الفيلم يعني، وعارف إن هو بياخد وقت كبير جدا، وكنت موجود في الشركة عنده مش للسبب ده خالص. كنت بقابل مخرج شاب اسمه عماد البهات، مخرج كويس قوي على فكرة، وكان عرض عليا فيلم. الكلام ده كان كنت عملت أوريدي بقى فتح عينيك، وعملت مسلسل العميل 1001، مسلسل على النار هديه، بدات اشتغل يعني. فعرض عليا فيلم وقال لي تعالى نقعد في الشركه. فرحت الشركه، فلقيت الاستاذ نازل صدفه بحته يعني، معدي في المكتب عنده. فانبسطت جدا جدا، وحسيت ان دي لحظه تاريخيه بالنسبه لي يعني. قلت هسلم عليه، فلقيته هو بيقول لي انت مين؟ احبطت جدا، لان تخيل يعني معروف. من المفروض ان هو يكون عارفني يعني. فقال لي انت مين؟ قلت له لا مفيش اساسا، انا خضني حتى اتخضيت يعني. قلت له لا انا ممثل وجاي عند استاذ عماد البهات، شغالين على ورقه. فراح قال لي طيب عايزك تعمل لي تيست. فحسيت تاني هعمل تيست من اول وجديد، بس والله تحمست وحسيت ان هي تبقى خطوه خياليه بالنسبه لي يعني. يعني جريت جري، وبعد كده الاستاذ اختارني للدور وقال لي عماد، قال له ما تاخدش يوسف، خلاص يوسف معايا فمش هيبقى فاضي يعمل الفيلم وبتاع. وكله طبعا تلامذه الاستاذ بيحترموه جدا في الحته دي خلاص. وعملنا هي فوضى، بس هي فوضى برضو مر بمراحل تحضيريه كتير جدا، والفيلم ده اتعلمت منه كتير جدا 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 على المستوى المهني. كان مدرسه لوحدها قد ايه الراجل ده كان محترف جدا جدا في شغله، قد ايه عنده حتت بصراحه ما بتعملش في اي حته تانيه يعني. يعني عند يوسف شاهين، على قد ما هو دايما عنده سمعه ان هو كان دكتاتور جدا جدا جدا، ممكن يكون ده فيه شيء من الصحه في اللوكيشن في التصوير. ولكن اللي الناس ما تعرفوش ان هو قبل كده الفيلم كله بيتعمل على الترابيزه، على ترابيزه سفره طويله كده، كل الممثلين بيبقوا موجودين، مش بطل ولا اتنين، كل الممثلين اللي هيشتغلوا مشهد مشهد بيتعمل، منتهى الديمقراطيه، كل واحد يقول كل اللي عنده. هو كمان من المخرجين اللي بيهتموا قوي بتوجيه الممثل. هي فوضى كان صوره لواقع الفساد اللي موجود في مصر، صوره لفساد موجود في الداخليه في الفتره دي، الثوره اللي قامت في الاخر خالص عشان خاطر يمسكوا امين الشرطه الفاسد، كان مشهد قريب جدا من احداث حصلت في مصر في ثوره 25 يناير. هل انت وانت بتعمل هذا الفيلم كنت شايف الرؤيه دي؟ كان عندك اعتقاد بحجم الفساد اللي احنا كنا عايشين فيه في هذه اللحظات؟ كان عندي. ولا كان مجرد فيلم؟ لا ما كانش مجرد فيلم. بس كان عندي رؤيه لان احنا عايشين في فساد ازعم ده، بس كان عندي المام بكم الفساد؟ لا طبعا. وكان عندي رؤيه مستقبليه ان ده ممكن يحصل؟ لا خالص، ما اقدرش ادعي ده خالص يعني. كنت حاسس ان ده فيلم فيه شيء من الخيال العلمي يعني. يعني وكان يعني مشهد عايزين يكسروا الاسم الناس وداخلين بيصوروا عشان خاطر ينتقموا من خالد صالح، وكسروه ودخلوا. انت انا اتبهدلت على المشهد ده، اتبهدلت يعني. انا من الناس اللي دايما بيبقوا عندهم انتماء فظيع للاعمال اللي بيعملوها، ودايما بقعد دافع بكل ما اوتيت من قوه يعني، خصوصا الاعمال اللي نجحت يعني. فوضى ده لقى نجاح كتير جدا، بس دايما يطلع لك ناس ينقدوا حتى لو على المستوى الصداقات يعني. فكانوا دايما يمسكوني تريقه بعد الفيلم ده، والله زي ما بحكي لك كده يمسكوني تريقه. يا عم في كده في الدنيا ده، وعلى فكره وظباط وكلاء النيابه بيقولوا لي الكلام ده، حتى وكلاء النيابه بيقولوا لي ده لو يعني وكيل النيابه بيقول لي ده لو دخلت كسرت سور اسم هيتضرب عليا نار في ساعتها يعني. ازاي اي بني ادم هيخش يقتحم اسمه؟ ازاي ايه بقى؟ انتوا يا جماعه بتعملوا خيال علمي يعني. الفيلم حلو بس ما تضحكوش على الناس كده. اظن ما فيهاش خيال. ده انا شميت مسكتهم بقى بعد الثوره. شفتها؟
لا سبحان الله يعني انا طبعا ما كانش عندي ما كنتش اتخيل خالص ان ده يحصل يعني، وكنت حاسس انه فعلا ضرب من ضروب الخيال الرؤيه دي. يوسف شاهين يعني الله يرحمه لو كان عايش اكيد كنا سالناه، لانه كان مصر على الجزء ده. يعني الفيلم ده كان اخراج الراحل يوسف شاهين، وكان اخراج الاستاذ خالد يوسف، الاثنين اخرجوا في الفيلم، وما كانش الاستاذ مخرج وخالد مساعد، لا خالد برضو كان له رؤيه اتحطت في الفيلم، بس الاستاذ دايما كان متمسك قوي بجانب من الفيلم. يعني تحس دايما الفيلم له وجهين، انا كنت بحس كده شخصيا، يعني ليه وجه تجاري طبيعي ماشي بالمنطق العادي الناس شايفاه وحباه، وله وجه كده دايما تحس ان هو الراجل ده عايز يقول حاجه، بيرمز لحاجه بال 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 بالاسم ده، بيرمز لحاجه بخالد صالح نفسه بالشخصيه اللي لعبها، بيرمز لحاجه بالضابط شريف اللي انا بوكيل نيابه شريف اللي انا لعبته، قصده ان ده رمز الحاجه، قصده ده دايما كان مصر على ده. حتى كان واحنا بننفذ الفيلم اظن ان اطرح حاجه، ان في اقتراح ان الحجز بتاع الستات حتى اللي كانت عليه من شويه اللي كان عندي اعتراض عليه، كان في اقتراح ان ان ان, إن حجز فيه ستات عايزينه يبقى فيه شكل من الواقعيه او المصداقيه شويه، ان يبقى فيه انواع مختلفه من المجرمات يعني، يعني ما يبقاش شكلهم كلهم مجرمات دعاره. وكانت حاجه بديهيه يعني، عايزين واحده يبقى شكلها ان هي مثلا كذا، واحده يبقى شكلها كذا، واحده شكلها كذا، وكان شاهين متمسك جدا لرمز ما في دماغه يعني رمز ما في دماغه، وهو كان مصر لا انا عايز ده كده، حتى لو مش منطقي بالنسبه للناس انا عايز ده كده، وهو كان متمسك بوجه كده للفيلم. يعني كان عنده رؤيه طبعا، يعني ما اقدرش اجزم ان هو كان شايف ان كل ده هيحصل ولا كل ده، بس هو كان سائر جدا، وكان شايف ان في شيء من البلطجه انجاز التعبير. يعني هو بصرف النظر عن كل اللي بيحصل من فساد او في الكواليس كلها عامله ازاي، لا هو كان دايما بيشوف الحته دي قوي، بيقول ان الموضوع ماشي ببلطجه ومش هيتحل غير ببلطجه. وكان مصر على جمله انا حتى جت على لساني في الفيلم، لما الوكيل النيابه شريف ده ماشي بمنتهى القانون طول الفيلم، ووصل لمرحله في الاخر قال بلطجه ببلطجه يبقى البلطجه هي الحل، وراح مطلع طبنجه وراح ضارب القفل. لكن انت عملت هذا الدور، والحقيقه الفيلم نجح. صحيح حصل اختلاف عليه وحصل هجوم حكومي جدا على الفيلم دوت، معرفش هل انت اصابك رذاذ من هذا الهجوم ولا يعني صحف قوميه دون تعليمات هجموا الفيلم، اشتموا في الفيلم ده بيسيء للنظام اللي كان موجود ساعتها، هل انت اصابك اي رذاذ من ده؟ والله انا ما تهاجمتش شخصيا او ما تهاجمتش يعني في شغلي يعني، بس انا افتكر ان في الوقت ده حصل موقف يعني كان عرض الفيلم كان متزامن مع مهرجان القاهره السينمائي. فانا العرض الخاص للفيلم، وبعد كده عايز اروح على المهرجان. واللي حصل ان عرفت ان في اخر لحظات في دربكه بتحصل وانا لسه رايحين العرض الخاص، ان في حاجات لازم تتشال من الفيلم ده، الكلام ده يوم العرض. وعايزك يعني يسال عن ده خالد يوسف قوي، لان حتى انا كنت عارف ان اللي ماشي في القصه دي كلها هو خالد يوسف، هو اللي عمال يروح وما اعرفش راح امن الدوله ولا راح، انا مش عارف يعني، هو اساله بس. يعني حصل كواليس كتير قوي في الحته دي، وفي مشاهد كان لازم تتشال، وفي مشاهد اتشالت بالفعل يعني اللي تشال في مشهد انا كنت بوجه بيه يعني لوم شديد اللهجه للضابط اللي هو احمد فؤاد سليم اللي هو مامور الاسم، على ان بعد ما اكتشفنا الحقيقه ان هو مخبي المجرم اللي اسمه زقله ده وبتاع، وبقول له بكلمه بطريقه يعني في وجهه نظر الرقابه ساعتها ان هي ما تجوزش يعني، ان وكيل نيابه يكلم ضابط بالطريقه دي. انا ما كانش ليا في القصه دي خالص يعني، انا كنت راجل عايز المشهد ده يجي كممثل يعني، انا يعني المشهد ده، وكان كمان اظن في مشهد تاني، انا كنت الموضوع كله كنت حريص جدا على ان شغلي يطلع للناس، وحاسس ان المشهد ده هيبقى اتراكتيف جدا للناس، فزعلت جدا جدا كممثل. فرحت على المهرجان القاهره السينمائي، بيبقى فيه زي الريد كاربت، وفي ف
قعدت اتكلمت، كان في قناه بتبث على الهواء يعني، قناه اللي هي القنوات المتخصصه كانت بتبث المهرجان على، فانا زعلان قوي وبيقولوا لي ايه بقى، وانا زعلان والداخليه، ورحت الداخليه شالت مش عارف ايه. فبعد كده جالي يعني جالي كلام قالوا لي بص يا يوسف، وجالي كلام عن طريق واحد صاحبي واحد صاحبي بس بيشتغل في، قال لي بص يا يوسف، والراجل ده ما كانش بيكلمني بقاله كتير يعني، فلقيت تليفون فجاه منه بعد المهرجان ما خلص وبرد، فبيقول لي بص عايز اقول لك على حاجه يا يوسف، هي الداخليه ما بتشوفش حاجه، الرقابه اللي بتشيل يعني. فمكالمه غريبه جدا ومش مفهومه ورساله كانت موجهه وبس. انما انا ما بس انت ما حرمتش لانك انت رحت عملت دوخ خالد سعيد بعد كده. مش اكس هو خالد سعيد؟ الى حد كبير طبعا يعني، الى حد يعني. وانت بتقرا الورق وبتعمل مواطن اكس، مش هو خالد سعيد؟ هو خالد سعيد الشخصيه مستوحاه من خالد سعيد، بس ما اقدرش اقول ان يعني ادعي ان هو ده حياته، او مثلا ده والدته، هي والدته كانت عملت كده، عشان بس برضو الناس بيحصل عندها خلط ان انا لو بقدم ده فانا باخد كل الحقائق من ده. لا طبعا في حاجات دراميه، لا طبعا انت بتاخد يعني بس ما يخص الشخصيه طبعا، في تشابه شديد جدا من احنا طبعا عاملين الراجل اللي اتقتل على ايد الشرطه واتلفق له قضيه مخدرات وبدات، وهو كان شراره الثوره على الانترنت وعلى الجروبس بتاع الفيسبوك، فطبعا في تشابه فظيع جدا. وما حرمتش لا يعني، حسيت ان الشخصيه شخصيه ثريه جدا جدا جدا، شخصيه ما فيش اغنى من كده شخصيه تتلعب، شخصيه اثرت على امه بحالها يعني. مع اكس الحمد لله ده فرق. يعني فرق جدا جدا مهنيا معايا، بس قصدي كمان ان الشخصيه دي كانت برضو شخصيه اثرت عليا في كام شخصيه كده لعبتهم، اثروا عليا نفسيا شويه يعني ايوه طبعا منهم رقم مجهول في الاخر، دي خبلتني خالص طبعا، دي جننتني يعني. بس برضو شخصيه اكس دي كانت شخصيه مركبه جدا جدا جدا، واول حاجه كانت الحدوته كلها قائمه عليها دراميا، بمعنى ان مثلا رقم مجهول الحدوته كلها مش قائمه عليها، قائمه على الموقف، عايز اوصلها لك دي، بمعنى ان الناس لو ما تعاطفتش مع اكس مفيش مسلسل. لكن رفع يعني مجهول واخد في السسبنس اكتر، الاثاره البوليسيه اكتر. بالظبط، فاللود كان في اكس تقيل جدا. يا يوسف الناس لو ما حبتش اكس المسلسل انتهى. الناس حبت اكس الحمد لله رب العالمين. وفي الجانب الثاني كان كاتب جنني، كان محمد ناير، قال لي ماشي احنا هنحب اكس وخلاص، احنا فهمنا ده وعايزين نعمل له تفاصيل على الاساس ده، حتى في الشخصيه وفي اللبس وانجي كانت حاضره معايا، انجي مراتي كانت حاضره معايا القعده دي وبدات تفكر فيها. طبعا انجي هي طبعا هي المستشاره الفنيه وهي الستايلست. مظبوط، انا بتقل عليها جدا يعني. انجي بص اقول لك على حاجه، مطلع عينيها يعني لما بن بيجي لي العمل الاول مره. كيفين احنا لخبطناها في البيت كده يا اخي، اديك شايف اهو. انجي بتفكر معايا من بدايه العمل في الاختيار، بيبقى في مرحله انا وهي كده بنقعد، وساعات بنبقى ناير ونقير يعني، نقعد نتخانق وفي الاخر وبعد كده نبدا نقول لا خلاص احنا. قصه حب، قصه حب كبيره. هي صحفيه؟ صحفيه و تعمل حوار مع فنان؟ البدايه صحفيه، جت تعمل حوار مع فنان وخلصنا الحوار وكل واحد فينا راح في اتجاهه، وكل واحد فينا راح في حياته تماما يعني. قعدنا اتقابلنا وقعدنا فتره طويله قوي، بعديها ما نتقابلش خالص ولا اعرف حاجه عنها خالص، بس الصحفيه اللي عملت معايا حوار وخلاص. بعد فتره اتقابلنا صدفه، ومن يومها بقى ما سبتهاش يعني. يعني بعد شهور طويله قابلنا صدفه تاني عن طريق يعني اصدقاء مشتركين، قلت لها انت بقى اللي عملتي معايا الحوار يعني. شدينا مع بعض كده في الكلام الاول، وبعد كده يعني قصه الحب اللي بجد اقدر اقول لك ان انا مسكت فيها بايدي واسناني يعني الحب. في قصص ما مسكتش فيها بايدك واسنانك؟ بالنسبه لي انا لا. بس يعني عن معرفه ان ده بيحصل مع ناس كتير. بالنسبه لي انا هي اول حب، بس القصه اللي هي بيبقى حب عن اقتناع، عن قناعه يعني، اللي هو ما تشكش للحظه ان مثلا ده دي اعجاب او يخيع او لا خالص، ده قناعه. حب جواز بقى، حب جواز اقتناع. تمخض عنه ولدين جمال، مين ومين؟ عبد الله وعبد الرحمن. عندهم قد ايه؟ عندهم سنتين ونص. ربنا يخليهم لك. ان انا
لما شفت فيلم العالمي قلت اكيد في حاجه الراجل ده يا اما بيحق. انا ما اعرفش على فكره موضوع الكوره ده غير النهارده، لكن لما انت قلت لي ان كنت بتلعب في الاهلي انا حسيت ان الفيلم ده انت عامله لنفسك، او في حاجه في تشابه بين الشخصيه وبين حياتك انت الحقيقيه. هل ده صحيح؟ في حاجات من جوايا ممكن اقول لك صحيح، تشابه بيني وبين الشخصيه نفسها في حاجات، في الحلم، في حاجات بس في الحلم بتاعه في الحلم طبعا. بس قصدي ان انا وانا بعمل الفيلم ده ادعيت العكس تماما، ان انا راجل ممثل محترف جدا جدا، وان الدور دراميا عجبني، وانا عارف ان انا بستهبل ومن جوايا عجبني لعيب الكوره ده جدا جدا، وده حلم من احلام حياتي، وان انا بدات اعيشه بقى لان انا عشت ده زمان والله، بصرف نظر كمان عن الجانب السطحي وجانب لعب الكوره نفسه. يعني اي ممثل ممكن تجيبه تصوره بيلعب كوره، بس نفسيه لعيب الكوره ده وطريقه حياه لعيب الكوره. انت كان نفسك تكمل في الكوره ساعتها؟ يعني ساعتها وانا صغير بس لا. بس لسه كاره الاهلي ولا شايف ان الاهلي؟ لا بحب الاهلي جدا. سعيد يعني بموقف الاهلي النهارده؟ والله شوف بقى، ده موضوع كبير، وده يرجعنا تاني يعني حالة التخبط اللي احنا فيها، يعني حالة موقف انهي اهلي؟ موقف جماهير الاهلي ولا موقف التراز الاهلي ولا موقف ادارة الاهلي ولا موقف لعيبة الاهلي؟ ولا في تخبط شديد في حال البلد وله اسقاط على كل الجهات، وده راجع فعلا ان مفيش مرجع، وده اللي زعل. انت خدت مين في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ انت خدت الدكتور محمد مرسي في خدت الاول دكتور ابو الفتوح في الصراحه في الايه، وفي الاعاده انتخبت الدكتور محمد مرسي يعني في الاعاده البنيه. انتخبت دكتور مرسي ليه؟ الفنانين كانوا خايفين جدا من انتخاب رئيس جمهوريه على خلفيه دينيه، خلفيه اسلاميه. انت كان عندك نفس الخوف ده؟ نفس القلق ده؟ بالنسبه لي الموضوع ابسط من كده بكتير، يعني انا بنتخب بكل صراحه ما بحبش ادعي غير كده. انا موضوع الانتخابات ده بالنسبه لي هو عباره عن داتا، معلومات عندي يعني بستخير ربنا سبحانه وتعالى، وبتوسم في البني ادم اللي قدامي من خلال المعلومات اللي عندي اللي انا عايزه، بتوسم فيه، ودي تحتيها مليون خط، بتوسم فيه الامانه، بتوسم في حسن القيادة، بتوسم في اتقاء ربنا سبحانه وتعالى، بتوسم في 1 2 3 4 5 6 7 بتوسمهم فيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما ادانيش الملكة إن أنا أعرف ما بداخل الناس وما اداش الملكة دي لحد. يعني أنا بستغرب من إن إزاي حد يهجم على حد عشان انتخب حد مثلا، يعني اصل انا اتعرضت لده على فكره. ما حدش قال لك انت اخواني يوسف طالما انت انتخبت محمد مرسي. يعني انا 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 يعني مش لا انتمي لاي جماعه سياسيه، مع احترامي لكل الجماعات ولا الاحزاب ولا احترامي للجميع يعني، بس بحس ما بحسش ان انا محتاج اعمل ده. يعني في الاخر انا جاء وقت الانتخابات قلت انا كبني ادم العبد الفقير يوسف الشريف عليا واجب ان اعمل ايه في انتخاباتي؟ عليا واجب ان انا احاول اجتهد على قد ما اقدر ان انا اعرف معلومات عن كل الناس اللي انا هختار ما بينهم، وعليا ان انا اتحرى الدقه في المعلومات دي على قد ما اقدر، لان طبعا ساعات الواحد برضو يعني ما شاء الله عندنا برضو الاعلام برضو ساعات ما بيبقاش يعني بيتحرى الدقه الكافيه يعني. صحيح. وبعد كده باخد بتوسم في البني ادم اللي قدامي خير، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني اعلى واعلم. يعني انا حتى اتسالت السؤال ده كتير جدا، وقلت توسمت في الراجل ده ان هو يكون لنا يا اخي، وبعدين في الاخر بدعي ربنا بقى، يعني بستخير وبتوسم على حسب الظاهر، ما اقدرش اجزم بداخل الناس. بس اتهموك انك انت اخوانا. حصل، بس ما هم ما حسيتوش اتهام، بس حسيته يعني سذاجه. لا ما هو اللي يعني بيقول لك اعتقد انه اتهام، يعني هو يعني اللي بيقول لك انت يعني اخواني، اعتقد انه يتهمك انا كاخوان. بالظبط. يعني ده انا عايز اقول لك ما هو اقصى من ده، يعني هو حتى ما اتقالتش جوزيه في ده، كان في حد عايز هو فاكر ان هو كده بيضرني يعني، فطلع الكلام ده. فانا قلت يا جماعه انا لا انتمي لجماعه الاخوان المسلمين ولا لحزب الحريه والعداله، وانا بحترم الناس دي جدا وبحترم غيرهم جدا جدا جدا. انا بحترم جدا جدا استاذ حمدين الصباحي، بحترم جدا جدا
البلد ايه، عندي ناس مع حفظ الالقاب للجميع، بحترم ناس كتيره جدا جدا جدا. وفي الاخر طب خليني اقول لك على حاجه بقى جميله جدا في الموضوع ده يعني، وكانت وصفه سحريه بالنسبه لي. في فتره الجامعه حصل لي موقف، يعني بدأ معايا من فترة الجامعة وحصل لي موقف بعديها بسنين طويلة قوي علمني درس مهم في حياتي، وبدعو الناس كلها ان هي تتصرف بنفس الطريقة. أنا اتعلمت في حياتي إن أنا ما أتعاملش مع أشخاص خالص. خالص. يعني أنا ما بتع يعني في أي موقف يحصل لا أتعرض للشخص. بتعلم درس من موقف. وده فرق كبير قوي. يعني مثلا في فرق كبير قوي بين إني مثلا أقعد أتكلم عن ما هو فساد مثلا في النظام السابق، واتكلم عن الموقف الفلاني ما عجبنيش، والموقف الفلاني ما اتقوش فيه ربنا، والموقف العلاني، الفرق بين اني اسيب كل الكلام ده واقعد اتكلم على شخص مثلا حسني مبارك، ده كان ده ابن مش حتى لو انا ما بكلمش حتى في التلفزيون، بكلم حتى لو مع الناس اللي انا قاعد معاهم. يعني في ناس كتير قوي تشوف ان هي هي، لا مش هي هي. في فرق كبير قوي بين واحد دايما دايما بيتعامل مع الحدث وواحد بيتعامل مع الشخص. واحكي لك الموقف اللي علمني ده ايه، بس قصدي ان وفي العكس صحيح، والعكس صحيح. يعني انا مثلا ممكن اكون اتعلمت كتير قوي مثلا من دروس سمعتها مثلا للدكتور عمرو خالد، لمصطفى الشيخ مصطفى حسني، للشيخ محمد حسان، اتعلمت كتير. يعني الناس دي فادتني في حياتي جدا رغم ان انا ما اعرفهمش شخصيا خالص، بس اتعلمت كتير جدا جدا في حياتي. بس برضو من الموقف اللي حصل لي ده قعدت اقول يا يوسف افتكر، خد بالك من الحدث اللي انت اتعلمته مش الشخص. الدرس في الاخر ان انا ما انبهرش ببني ادم زياده، انبهر باللي بيعمله، او اتفاعل ايا كان معنى التفاعل او نوع التفاعل ده مع الحدث نفسه، وما اكرهش شخص قوي، او ما يعني مش انا عايز بس انقي لفظ، يعني ما مفرومش شخص قوي يعني بالبلدي كده، ممكن افرم اللي بيعمله. مرفوضش شخص قوي. مرفوضش، ممكن اسميها مرفوض شخص قوي. لان الله اعلى واعلم الشخص ده مهما كنت شفته وحش للاسف، وكان ده للجميع يعني، ممكن يكون ايا كان الشخص ده احسن مني عند ربنا سبحانه وتعالى، او يموت على ده، محدش عارف هو هيموت على ايه، ومحدش يدعي ان هو احسن من فلان ولا علان الا اللي ربنا سبحانه وتعالى علمهم لنا، ادهم لنا يعني، يعني ادانا انبياء ورسل دول تتعامل مع اشخاصهم. يعني دول يا جماعه وصحابه طبعا، دول تعامل مع يعني دول البني ادم نفسه امسكه، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، شوف البني ادم نفسه بيعمل ايه وقلده. لا مطلوب ان انت تتفاعل مع البني ادم. وربنا علمنا اسوه حسنه، انت بتقلد وربنا كشخص. نعم. وربنا ادانا العكس، قال لنا فرعون كشخص. انا يعني برضو مش غلطان لو انا تعاملت مع شخص فرعون. اللي ربنا ادهم لنا دول كانوا يعني رحمه من عنده سبحانه وتعالى، ان ادانا امثله. انما ما ينفعش نتعامل مع بعض بالطريقه دي. الحكايه دي بقى هتقلل احتقان بشكل رهيب. ده انا اتعلمته من ايه؟ اتعلمته من فتره الجامعه، بس اعفيني من ذكر الاسم. اتاثرت بواحد تاثر شديد جدا جدا جدا. داعيه؟ لا. واحد معارض. ما زال موجود اه؟ ما زال موجود. اه اوكي. اتاثرت بيه لدرجه يعني فظيعه، يعني حسيت ان ده حامل اللواء، يعني مش ممكن الراجل قد ايه نظيف، قد ايه فظيع، قد ايه ما تثبتليش العكس بعد كده. أيوة. بس شفته في موقف حسيته مش للدرجه دي، يعني حسيت ان انا اديته اكبر من حجمه بكتير بكتير. اصل هو كان في الفتره دي الراجل ده نازل يعني شتيمه في كل خلق الله، بس يعني بيتكلم بمنطق ولسانه حلو قوي 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 قوي، وانا كنت في مرحله حبيت كلامه ده جدا جدا، حسيت ان هو معاه حق جدا، حسيت ان هو اكتر بني ادم نضيف في العالم يعني. ولقيته في موقف، مش عايز اقول لك ان هو في الاخر شيطان، بس يعني في الاخر لا مش زي ما انا كنت فاكر، والعكس يعني. يعني ده بقى يفيد في ايه؟ بيفيد ان تعامل مع الناس بافعالها مش باقوالها مثلا. لا مش بشخصها. مش بشخصها في الاخر. في الجانب الايجابي لو افترضنا ان انا تاثرت بفعل بني ادم، خليني اقول الاسامي في الـ في الـ في الـ في الـ بالتمثيل يعني للجانب الايجابي، لان يعني طبعا زي الدكتور عمرو خالد. دكتور عمرو خالد ده انا بني ادم بحبه جدا جدا وما زلت، بس قصدي ان انا اكتر تاثري بيه فيما يقول، وهو ده اللي يهمني.
مع احترام شديد للشخص. من عمرو خالد لما اشتغل بس السياسه وعمل حزب سياسي. هقول لك بس انا عايز اكمل لك فكرتي ان في الاخر لو دكتور عمرو خالد يهدي من يشاء ويضل من يشاء، نفترض جدلا ان الدكتور عمرو خالد طلع وحش بكره، همشي ورا شخصه ولا هكمل ورا رسالته دي؟ هو ده مربط الفرس، يعني هو ده الموضوع، هو ده الدرس اللي انا اتعلمته، وده تطبيقاته بقى يعني بصرف النظر عن المثال ده تطبيقاته تفيد في شكل كبير جدا جدا في المجتمع كله. يا جماعه بلاش تجروا ورا اشخاص، كل واحد دلوقتي في مصر ماسك واحد بيشتملوا فيه، مش مهم اللي بيعمله، يعني دلوقتي كل دول فيجرز في المجتمع. انا كل يوم بتفرج على، يعني بص يعني لو مش عايز تضيع وقتك فبلاش مع التلفزيون، خش على اليوتيوب هتضحك بطريقه بشعه. فلان الفلاني بيشتم في فلان الفلاني، فلان الفلاني بيرد على فلان الفلاني، فلان الفلاني جاب لفلان الفلاني مستندات. واضح جدا طبعا ان انت ولا بتنصر حق ولا بتعمل حاجه، انت هدفك البني ادم ده وبتنبش وراه، والعكس صحيح انه بياخد حقه منك. فبقى لو انت دلوقتي هتحسب كم الجبهات اللي موجوده في البلد، لان للاسف كل فجر بقى له تابعين، ايا كان ممثل لعيب كوره سياسي صحفي مشهور مذيع، له معجبين وله تابعين وله محبين، فعمالين نقسم في فرق عشان دايما بنهتم بالشخص. البلد بتدفع الثمن على فكره في الاخر. حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. رقم مجهول كان نقطه التحول الثانيه في حياتك مهمه قوي. انا اتصور انك انت تعبت نفسيا بعد ما عملت المسلسل ده. تعقدت مثلا كده مشكله، دخلت البيت عامل لابس النظاره زي ما انت. اثناء ما بعمل المسلسل كان ضغط شديد جدا جدا جدا، والشخصيه كانت مركبه جدا جدا جدا، واللي كان دايما بيوضح لي ده مراتي، هي اللي كانت بتفوقني، لان انا كنت ساعات لانها هي اللي عانت من الشخصيه دي اكيد. بالظبط، يعني كنت برجع ساعات متقمص، يعني في ايام كنت برجع ساعات مش قادر، الشخصيه ما بتخرجش. دخلت تدور على الكاميرات اللي بيراقبوك بيها. بالظبط بالظبط. لا لا يعني لا، ساعات كتير كنت بخرج من التصوير لسه في الشخصيه، لدرجه ان مراتي يوم كان في يوم بصور فيه، وهي كانت معايا طبعا في التصوير اللي هي بتشتغل معايا، كان في يوم بصور خناقه طويله جدا جدا بيني وبين شيري عادل اللي هي طالعه مراتي في المسلسل، خناقه فظيعه يعني فانجي بدات ان احنا في التصوير وبتتكلم جد، قالت لي يوسف انسى، طب نروح نتعشى بره. يعني هي كانت مستبعده بقى، يعني كان كله كوم، ولو رجعت بالشخصيه دي هبهدلها في البيت. كنت لا يعني ما انا ما بفضلش مدرسه التقمص في التمثيل، او دايما يعني، او دي بتتعب قوي الممثل، يعني دايما في مدارس ثانيه ليها علاقه بالادوات اكتر، او والتكنيك اكتر، بس غصب عنك ساعات الشخصيه من كتر ما بتحبها وبتذاكرها وبتعيشها بتلبسك. انا بهنيك على دورك الجميل جدا في المسلسل، و فعلا كان اداء متميز، وبهنيك على اللي انت قدمته كله في اعمالك. ودايما بس اضيفي سؤال اخير في نهايه حواري معاه، بقول له انت كواحد من الناس، ايه المشروع الخيري الانساني اللي تحب تدعو الناس النهارده من خلال برنامج واحد من الناس ان هم يقبلوا عليه ويدعموا ويتبرعوا ليه؟ في والله مشاريع كتير جدا، يعني ربنا يكتر من الخير، وربنا يكتر من الناس اللي بتعمل خير، واللي يزعل ان في اماكن كتير قوي او الخير كلها محتاجه كتير قوي، يعني قبل ما ادعو للمكان نفسه وبدا الناس انها تعمل خير عموما لاي مكان، في اماكن كتير قوي محتاجه، يعني واماكن في الفتره الاخيره ضفت على اماكن، يعني زمان دايما كنا بنتعامل مع كام جهه كده، مستشفى سرطان الاطفال والله جامعة طنطا مش عايز اقول لك مثلا بتقدم خدمه مجانيه لخمس محافظات ومحتاجين اجهزه، والله يعني في اماكن كتير. لا يعني ما انا بقول لك اللي بيدل على مراره شويه ان الاماكن زادت جدا جدا جدا، ومستشفيات الطوارئ اللي بقت يعني للاسف بقى في طوارئ كتير قوي دلوقتي، يعني بقى مترددين على مستشفيات الطوارئ دي اللي ما بقاش فيها مكان وما بقاش فيها معدات وما بقاش فيها اجهزه وما بقاش فيها حاجه.
كتير قوي قوي في الفترة الأخيرة اللي احنا فيها دي، الأحداث الكتير اللي بنعيشها دي. في أماكن كتيرة جدا مش حتى مشاريع خيرية، مش مشروع خيري بذاته يعني، في أماكن كتيرة جدا أنا بشوفها عندك في البرنامج محتاجين، أنا شايفنا محتاجين تبرعات بجانب اهتمام المسؤولين. فأنا يعني لو هختار جهة، فهقول للناس مثلا في مستشفى الطوارئ الجديدة بتاعت المعمولة في القصر العيني، برعوا لها. بس أنا في الآخر والله عندي يعني غير الجهة المعينة يعني، لا يعني محتاجين نتبرع وخلاص، محتاجين الخير في كل حتة، محتاجين ويا ريت حتى لو كل واحد يبقى زي ما بيقولوا الأقربون أولى يعني، كل واحد في مكانه يعني. يوسف بشكرك جدا، أنا سعيد جدا في هذا الحوار، نورتنا وشرفتني في أحبني. أنا اللي بشكرك جدا جدا والله يعني، ربنا على عمر معزتك عندي، ومتشرف جدا جدا بوجودك معايا، وفي الاخر انا بجد اتكلمتك اننا بندردش يعني، نسيت ان الكاميرات موجوده ودردشنا، يا رب ما كنتش تقيل على الناس. لا بالعكس، سيدي. كان معاكم الفنان محمد اسماعيل الشهير بيوسف الشريف، واحد الناس.